الغزير تحدرت بالنور فيه وقد بدت ألوانا، فنحن ننتظر منك أن تقص علينا طرفا من رؤيتك. أرحب بكم جميعا في حفل ختام مؤتمر جامعات نينوى الدولي الأول للهندسة والتكنولوجيا. إن شاء الله تصب في مصلحة البحث العلمي لجامعات نينوى. ونساء أحب وطنهم ومدينتهم أن تتطور هذه الجامعة وتنمو من كليتين بتضحياتهم عبدوا الطريق لنا لنعيد بناء ما دمرته قوى الظلام. بالنسبة لمحافظتنا من إنشاء وتطوير جامعة نينوى، فجامعة نينوى من هذا الباب لها خصوصية كبيرة جدا عند مدخل مدينة الموصل الجنوبي من جهة بغداد قرب مدينة عين العراق. وها هي الجامعة الشمالية، الجامعة التقنية الشمالية تتسنى من النصف الثانية من المؤتمر. وإنه ليوم آخر تتجدد فيه أسمى معاني العطاء والتحدي والمضي قدما البحث والعلم الرصين بين الباحثين والجامعات العراقية كافة. نستعرض لحضراتكم ملخص عن مؤتمركم، مؤتمر نينوى الدولي الأول للهندسة والتكنولوجيا، فتم اختيار اسم نينوى ليكون مظلة واحدة لجميع الجامعات والمؤسسات. الحقيقة أنا اليوم سعيد أن أحضر المؤتمر الدولي الأول لجامعات نينوى في الهندسة والتكنولوجيا. جامعة نينوى اليوم تنهض من جديد في قيادة هذا المؤتمر، فيه بحوث كثيرة ألقيت من قبل باحثين وتدريسيين من جامعات نينوى المختلفة، جامعة نينوى والموصل والتقنية الشمالية وتلعفر والحمدانية، بالتعاون أيضا مع نقابة المهندسين، مع القطاع الخاص الهندسي والقطاع الحكومي الهندسي. هذه إشارة إلى أن البحث العلمي هو الأساس في تقدم المجتمع. الحقيقة أيضا شارك في المؤتمر باحثين من بريطانيا ومن أستراليا ومن دول أخرى. ما يهمنا هو أن هذه البحوث هي كانت تطبيقية، معنى أنها ستكون في خدمة المجتمع وفي خدمة الوطن. المؤتمرات العلمية هي إحدى وسائل الجامعة لنشر المعرفة وللتواصل ما بين المختصين في هذا المجال. هذه المؤتمرات دائما ما تكون مفيدة. نحيي جامعة نينوى وإن شاء الله تكون كل هذه الجهود في خدمة هذه المحافظة المنكوبة لكي تعود متعلقة مرة أخرى. أستاذ، ما هي نظرتكم بالنسبة للفروع في جامعة نينوى والموصل بالنسبة للجانب الأيمن؟ الجانب تتطور المجتمعات العمرانية عادة من خلال إنشاء الجامعات أو المشاريع العملاقة. الجامعات هي وسيلة رئيسية عالمية لتطوير أي منطقة. الجانب الأيمن يحتاج الآن إلى جامعة تكون كبيرة لكي تطور هذا الجانب وتقدم الخدمات لأهالي الجانب الأيمن وأهالي جنوب الموصل. موقع جامعة نينوى الأصلي يجب أن يكون في العذبة. العذبة هي منطقة مجاورة إلى مشروع عين العراق على طريق مدخل الموصل من جهة بغداد. في حالة إنشاء هذه الجامعة وإكمالها ستقدم الخدمات لمناطق جنوب الموصل إضافة إلى مناطق الساحل الأيمن. هذه الجامعة في حالة استكمالها ستقدم الكثير من التطوير للمنطقة وخصوصا مناطق جنوب الموصل. حضرنا اليوم كجامعة تقنية شمالية إلى حفل اختتام المؤتمر الدولي للعلوم والهندسة التكنولوجية التي أقيمت في رحاب جامعة نينوى للفترة من 5 إلى 6 نيسان عبر الفضاء افتراضي. وكان دور الجامعة التقنية الشمالية في هذا الحضور هو لحضور هذا الحفل واستلام النسخة الثانية من هذا المؤتمر، حيث تم توقيع اتفاقية مسبقة بين جامعة نينوى والجامعة التقنية الشمالية بأن تستلم النسخة الثانية لهذا المؤتمر للعلوم والتكنولوجيا التي سوف تقام في دورته الثانية للعام المقبل بإذنه تعالى. وهذا جاء من مبدأ التعاون العلمي والبحثي المشترك بين جامعات نينوى وأيضا بين الباحثين لتشكيل فرق بحثية مشتركة بين جامعات داخل محافظة نينوى. اليوم قاعد حفل الختام لهذا المؤتمر. طبعا بالمناسبة المؤتمر استمر لمدة يومين، كان مؤتمر افتراضي شارك بينه علماء من أمريكا ومن أوروبا ومن أستراليا ومن باقي الدول العربية ومن العراق أيضا. كان مؤتمر ناجح بكل معنى الكلمة الحمد لله. اليوم كان حفل الختام. حقيقة
نحن اليوم رفعنا شعار نعمل يدا بيد من أجل إعادة الوطن إلى ركب الحضارة والتطور. جامعة نينوى لها خصوصية كبيرة جدا بين جامعات نينوى وجامعات العراق، كونها تقع وتخدم الجانب الأيمن لمدينة نينوى. هذا الجانب الذي يمثل 60% من سكنة محافظة نينوى ومن مساحة محافظة نينوى، وللأسف يفتقر لأي مؤسسات الدولة ولأي خدمات جامعية تعليمية. فوجود جامعة نينوى في الجانب الأيمن، وخاصة بعد ما قدرنا أنه نحصل ونستملك أو بالحرى نخصص أرض في العذبة مساحتها 1100 دونم لصالح إنشاء جامعة نينوى، هذا راح يكون حجر الأساس ومنار الإشعاع لتطور هذا الجانب من ناحية الاقتصادية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية التعليمية أيضاً.